السلام عليكم أساطير اتش دي اكشن بطل فيلمنا النهاردة ظابط بيروح في مهمة لدولة تانية بقرار من وزير الخارجية شخصيا للقبض على مجموعة لصوص مقنعين يا ترى هيبقى قد التحدي ولا شلة اللصوص هيبقى ليهم رأي تاني ما تنسوش الدعاء لإخواننا اللي تحت الحصار ربنا يثبتهم وينصرهم ويرحم شهدائهم بيبدأ في الميناء في سنة 93 وقت تدهور اقتصاد روسيا، وكل الروسيين بدأوا يبيعوا الحاجات اللي عندهم، في القطر الوحيد اللي بيربط موسكو ببيكين عاصمة الصين، وبنشوف بنت جميلة ماشية في القطر ده بتبص على كل الغرف بتاعت كبار التجار، وبعدين بتقعد في مكانها وبتكتب أرقام الأوض في ورقة، بعد كده بيقف القطر في المحطة اللي عليها الدور وبيظهر شخصين، واحد اسمه دوني ومعاه أخوه، وبنعرف هنا إن البنت اللي في القطر تابع دوني لأنه أول ما بيدخل القطر وبيروح لها بياخد منها الورقة اللي فيها الأرقام وبعدين بياخد أخوه وبيحطوا أقنعة على وشهم وبيخلي بقية العصابة اللي موجودين في كل مكان يلبسوا الأقنعة وبيبدأوا في عملية السطو على القطر وبيفضلوا يضربوا الناس وبيهددوهم بالسلاح لكن اتنين من كبار التجار بيقدروا ينطوا من القطر فبينطوا وراهم دوني واتنين من رجالته وبيلحقوهم وبياخد الفلوس اللي معاهم بس التاجر بيشد القناع من على دوني وبيشوف وشه فبيضربوا دوني وبيهرب لأنه شاف حد جاي من بعيد وعلى الناحية التانية بنلاقي واحد بي بيبيع مسروقات عند شريط القطر لكن لسوء حظه بيظهر قدامه ظابط ما بيرحمش اسمه تشوي وبيكون راكب موتوسيكل وبيجري وراه وبيلحقه هو بيجري على القضبان وبينط من على الموتوسيكل وبيناموا الاثنين تحت القطر لحد ما بيعدي وبعدين بيقوم يقبض عليه وفي نفس اليوم بالليل وزير الداخليه بيطلب تشوي بالاسم وبيخليه يروح في مهمه خاصه لروسيا علشان يقبض على اللصوص اللي كانوا في القطر بعدها تشوي بيرجع الاسم وبيحقق مع الحرامي اللي مسكه وبيعرف منه انه ما كانش في القطر وقت لكن هو اللي ساعد اللصوص وخصوصا البنت اللي بتكتب الأرقام وده حصل علشان قابل دوني في روسيا وطلب مساعدته فبيخليه تشوي يقول مواصفات دوني وبيرجع على مكتبه وما بيعديش وقت كتير وبتجيله رسمة لدوني بناء على المواصفات وساعتها بيجهز تشوي وفريقه علشان يسافروا على موسكو وبيركبوا القطر تاني يوم وأول ما بيدخل تشوي بيلاقي البنت اللي كانت بتكتب الأرقام موجودة فبيروح لها معاه سيجارة بحجة إنه عايز ولاعة وبخفة يد بيسرق ورقة الأرقام من شنطتها من غير ما تحس، وبعدها على طول بنلاقي أصحابها اللصوص بيهجموا على القطر تاني، لكن المرة دي تشوي وفريقه بيبقوا موجودين، وبيبدأ بينهم قتال شرس جدًا، بس تشوي ورجالته بيقدروا إنهم يسيطروا عليهم، لكن بيسيبوهم ينزلوا أول ما بيوصلوا موسكو وبيصوروهم علشان يوصلوا للراس الكبيرة، على الناحية التانية بقى بنلاقي دوني وحبيبته الروسية قاعدين في حفلة موسيقار شهير ومستمتعين جدًا، وأخوه بيجي يقول له اللي حصل في القطر، فبيتعصب دوني وبيعلي صوته علشان ما حدش بلغه فبيلف له واحد من اللي قاعدين وبيزعق له فبيهديه دوني وبيتاسف له انه على صوته بس طبعا دوني ما بيسامحوش على الطريقه اللي كلمه بيها وبيفضل ماشي وراه هو ومراته لحد ما بيدخلوا البيت وبيطلع يخبط عليهم وبيمسك دماغ الراجل وبيقفل الباب عليها لحد ما بيخلص عليه وبيمشي في هدوء وتاني يوم بقى بيظهر لنا فاسيلي اللي بيكون شغال مهرب وهنا بيكون داخل لواحد علشان يسلمه باسبورات مضروبه علشان يهرب شغله وبعدها يتعرف على صاحب الراجل وبيعرف انه عايز يشتري طياره مقاتله لرئيسه فبيوعده فاسيلي انه هيدور عليها ويبلغه بنعرف بعدها ان فاسيلي يعرف البنت اللي في القطر لانه بيروح ياخدها من المحطه لما تكلمه وبيفضلوا يطاردوا تشوي ورجالته علشان يعرفوا هيستقروا فين لكن تشوي بيشوف في المرايه وبيخلي السواق يهرب منهم وساعتها بتحصل مطارده شرسه جدا ما بينهم وبيلفوا الاثنين حوالين نافوره وتشوي وفاسيلي بيبصوا في عين بعض وبعد بعد كده بيهرب فاسيلي، بعدها بيروح تشوي يستعد هو وفريقه وبيخلي اتنين من رجالته يراقبوا المنطقة، أما هو فبياخد واحد منهم وبيروح يقابل صاحبه في مطعم، وصاحبه ده حالياً بيكون مدير المباحث الفدرالية، وفي أثناء ما بيكونوا بياكلوا بيطلب منه تشوي إنه يساعدهم في القبض على اللصوص، وفي نفس الوقت بنلاقي البنت اللي كانت في القطر وأخو دوني مع بعض، وبنعرف إنهم مرتبطين، لكن البنت بتكون متضايقة منه علشان ما قالهاش إن فاسلي كان شغال مع أخوه، فبيتعصب عليها لما بتقول اسمي فاسلي وبيضربها بالألم وهي كمان بترد له الألم فبيضربها تاني بس بيزعل من نفسه بعدها وبيفضل يصالحها أما دوني وحبيبته بيروحوا حفلة خاصة تبع البنك اللي أخوها شغال فيه وبيلاقي صاحبه اللي تشوي صوره موجود في الحفلة لكن بيتجاهله تماما وبيروح مع أخو حبيبته لمكان خاص تحت الأرض بيوصلهم على الصرف الصحي اللي من خلاله كبار الشخصيات بينقلوا فلوسهم من غير ما يتعرضوا للسرقة كمان المكان بيخليهم يختفوا تماما عن البوليس وما شباله. وطبعا دوني بيعرف تفاصيل المكان حته حته لانه قرر ان العمليه دي هتبقى ماتش اعتزاله، في حين ان تاني يوم تشوي بيفضل يدور على الحرامي اللي صوره بيكون هو مع دوني اللي بيزعق له علشان عمل العمليه من غير ما يعرفه، وبيفضلوا الاتنين يستفزوا بعض بالكلام وحتى لما دوني بيعرفه على العمليه الجديده بيقرر انه مش هيشترك فيها، فبيدي له دوني نصيبه من سرقه القطر علشان يمشيه، بس الفلوس ما بتعجبوش وبيتعصب على دوني، وحبيبته بتروح تتخانق مع اخو دوني بيطلع السكينة وبيخلص عليها وبيبقوا لسه هيخلصوا عليه هو كمان لكنه بيزقهم وبيجري على آخر لحظة لحد ما بيركب أتوبيس وبيهرب ساعتها تشوي بتجيله واحدة من اللي كانوا راكبين القطر بس بتتصدم لما بيوريها تشوي صورة الحرامي وبتفتكر إنه اعتدى عليها وقبل ما بتمشي بتعرفه إن كان في واحد منهم بيسمع موسيقى لموسيقار مشهور وبالليل بيروح دوني واخوه لحد بيت فاسلي وبيسترجعوا الايام بتاعه زمان لان فاسلي هو اللي علمه يسرق ازاي وبيقرر دوني يرد له الجميل وبيعرفه تفاصيل العمليه الجديده بس فاسلي بيرفض وبيقول له انه محتاج يبيع طياره مقاتله وهيكسب منها كتير جدا فبيضحك دوني ضحكه استهزاء وبيطلع من جيبه صوره لبنت فاسلي وبيهدده انه هيخلص عليها لو ما ساعدوش فبيضطر فاسلي انه يوافق وبيروحوا على طول للمكان على انهم عمال وبيحدد المكان اللي هيحفروا فيه علشان يدخلوا يسرقوا الفلوس دوني بقى اليوم اللي بعده بيروح لقاتل مأجور وبيديله صورة صاحبه اللي هرب منه علشان يخلص عليه وبنلاقي الحرامي ده بالليل بيروح لشخصية كبيرة وبيخليه يقنع فاسلي انه يضرب له جواز سفر علشان يهرب والاخبار دي كلها بيعرفها مدير المباحث الفدرالية وبيبلغها لتشوي وبعد شوية بيطلع الحرامي من الأوضة اللي فيها فاسلي بس بيلاقي القاتل المأجور في وشه وبيضرب نار عليه فبيفضل يزحف على السلم لحد ما بينزل لكن القاتل بيصيبه بطلقة في ظهره قبل ما يهرب. هنا بقى تشوي بيوصل في الوقت المناسب وبياخده معاه في العربية وبتحصل مطاردة من أشرس ما يكون مطاردة بتكون بينهم وبين القاتل وفي أثناء المطاردة تشوي بيستجوب الحرامي قبل ما يلفظ أنفاسه الأخيرة وبياخد منه كارت الكبار الشخصيات وخريطة فيها مكان العملية وبنكمل ساعتها المطاردة وهما بيخبطوا في بعض بالعربيات لحد ما بيمشوا جنب بعض وبيخبطوا في تمثال والعربيات بتطير بس القاتل بيهرب بسرعة قبل ما الشرطة تيجي وبيعرف إن الحرامي اللي كان عاوز يخلص عليه ما. بعدها تشوي ورجالته بيروحوا على مكان العمليه في نفس الوقت اللي دوني ورجالته بيبقوا موجودين علشان يتفقوا هيهربوا الفلوس ازاي، لكن كل فريق منهم ما يعرفش ان التانيين موجودين بس بيسمع تشوي صوت الحفر من ورا الجدار فبيوقفوا حفر وبيلموا حاجتهم وبيمشوا. تاني يوم بيعرف تشوي مكان البنت وبيراقبها وهي داخله المطعم علشان تقابل فاسلي اللي بيفهمها طبيعه علاقته بدوني لانه بيحبها وبيعرفها ان دوني واخوه ناويين يخونوها ويهربوا من غيرها بعد العمل وبعد ما بيخرجوا من المطعم اتنين من رجاله تشوي بيروحوا ورا فاسلي لكنه بياخد باله وبيستخبى منهم في مظاهره وبيقول للشرطه انهم حراميه وبيهرب اما تشوي واللي معاه بيروحوا ورا البنت لكن بتشوفهم وتطلع تجري على المحطه فبيجري وراها تشوي وبيطلع على سير السلم وبيكمل جري وراها لحد ما بيمسكها فبتصرخ وبتقول انه حرامي وبيضطر تشوي انه يسيبها بعدها بيروح تشوي وصاحبه يطلعوا رجالتهم اللي الشرطه الروسيه مسكتهم وهناك بيعرفوا انهم تحفظوا عليهم علشان في قضيه قتل والمشتبه فيه صيني فبيقابل تشوي مرات الراجل اللي مات وبتشرح له اللي حصل وبيعرف منها معاد الحفله كمان اللي جايه وبيجهز فريقه وبيروحوا الحفله لانه متاكد ان دوني هيروح والحفله دي بيكون هيحضرها شخصيه هامه وبيكون معاه ابنه الكفيف بعدها بيظهر دوني متنكر وبيروح يقعد جنب حبيبته فبيطلع تشوي بيبلغهم يقفلوا ابواب الجراج ساعتها دوني بيحس انه متراقب وبيخلي حبيبته تروح تغير هدومها في الحمام وترجع تهدد ابن الشخصيه المهمه اما هو فبيمسكه قبل ما يقع وده خلى الشخص المهم يشكره ويطلعه معاه وبيروح دوني بعدها على بيت حبيبه اخوه وبيقول لها انها مش هتناسب اخوه الفتره اللي جايه فبتتعصب عليه وبترمي في وشه المشروب اللي قدامها ساعتها دوني بيغضب جدا وبيقوم يضربها وبيعتدي عليها وبعد شويه بيوصل اخوه وبيشوفها فبيمسك مسدس وبيحطه على دماغ دوني فبياخدوا منه دوني وبيوقعوا على الارض وبيضرب فيه وبيفهمه انه مش هيخليه يبعد عنه مهما كان مين السبب وبيدخل دوني علشان يخلص عليها بس بيتصدم انها هربت من الشباك وطبعا بتروح على طول تعترف لتشوي انها كانت مع دوني في عمليه القطر وبتعرفوا كمان ان العمليه الجديده ما دلوقتي وبالفعل دوني ورجالته ساعتها بيكونوا في المكان وبيدخلوا من الفتحه اللي حفروها وبيوصل تشوي بعدها وبيسيب رجالته وبيدخل الكازينو وهنا بيقابلوا دوني وبيقعد على ترابيزة الروليت وبيدور بينهم حوار فرد عضلات ولما بيقوم دوني يبلغ الحراس انهم يمسكوا تشوي وبيهرب بس تشوي بيضربهم هم التلاتة وبيروح لرجالته ساعتها رجال دوني بيقدروا يسرقوا الفلوس من الحراس وبيخلصوا عليهم وبيدور بينهم وبين تشوي وفريقه مطاردة من أعنف ما يكون بعد ما دوني بيوصل لهم وبياخد الفلوس معاه وبيركبوا الموتوسيكلات وبيحاولوا يهربوا بيظهر واحد من رجالة تشوي فجأة بيوقع اتنين وبيتبادلوا ضرب النار وبيحدف صاحب دوني قنبلة على مساعدين تشوي لكنهم بيجروا ويستخبوا في الماسورة بعد كده بيجتمع دوني وتشوي في قتال مع بعض بعد ما بيوقعوا تشوي من على الموتوسيكل في المية وبيضربوا نار على بعض لكن بيتفادوها بسبب ضغط المية اللي بيبطئ الرصاصة بعد كده بيقوم دوني يضرب تشوي وبيهرب لكن تشوي بيجري وراه وبيقطع شنطة الفلوس وبتقع كلها منه بس بيقدر دوني انه ينجو بحياته وفي حين ان تشوي بعدها بيجيله تاريخ دوني وفاسلي كله بيكونوا هما الاثنين مع بعض وبي يكون فاسلي متضايق لان دوني قال له مش هرجع لك بنتك الا لما تخلص صفقه الطياره المقاتله ساعتها تشوي بيبقى مع البنت اللي اعترفت عليهم وبتقول له انها كانت مرات فاسلي وانه عنده بنت صغيره ودوني بيهدده انه هيموتها بعدها تشوي بيروح يستنى فاسلي عند البيت وبيدخل معاه علشان يفتش البيت وبيلاقي خزنه سريه ورا لوحه وبيكون فيها جوازات السفر المضروبه وبتتثبت عليه التهمه فبيقبض عليه تشوي وبياخده معاه وبيتفقوا ان فاسلي يساعدهم في القبض على دوني مقابل انه يرجعوا الصين يطمن على بنته وفي نفس الاثناء بنلاقي اخو دوني بيروح لحبيبته في المستشفى وبيطلع مشرط من جيبه وبيخلص عليها وبنيجي بقى لوقت تسليم الطياره وبيكون تشوي ورجالتهم محاصرين المكان وبمجرد ما بياخد دوني الفلوس بيوريهم الطياره وهي داخل عليهم لكن بعد ثواني بتحصل مفاجاه ما كانش حد عامل حسابها وهي اننا بنلاقي الرئيس اللي عاوز يشتري الطياره كان هو الشخص اللي نط من القطر وشاف وش دوني وهنا بقى يا اسطوره الاجواء بتشتعل والشرطه بتظهر والثلاث اطراف بيتبادلوا اطلاق النار وواحد بيقوم ضارب صاروخ يطير الناس كلها ودوني بيرمي قنبله هو كمان وبيفجر عربيه اما تشوي وفاسلي لما بيحاولوا يشوفوا دوني بيجري على الطياره بيروحوا وراه وبيفضلوا يضربوا عليه نار لحد ما المسدسات بتفضى وبيمسكوه وبيوقعوه في الارض وبيضربوا فيه لكنه بيهرب منهم وبيركب الطياره ومع ذلك بيركبوا الاثنين عربيه وبيجروا وراه وبيقدر تشوي ينط على الطياره ويضرب طلقتين على الازاز وفاسلي بيخبطها من الجنب واول ما بيطير بيها بيخبط عمود والطياره بتنفجر لكن دوني بينط منها وبيقبضوا عليه لكن بعد ما فاس. لي بياخد الفلوس يخبيها وطبعا تشوي بيبقى عامل حسابه وبيسيب له فيها صوره بنته فبيحس بالندم وبيرجع له تاني يديله الفلوس بس المشكله في الوقت الحالي هي تهريب دوني وفاسلي للصين لان مفيش معاهده تسليم مجرمين بين الدولتين فبيضطر تشوي انه يعمل انه بيحتفل مع موظفين السفاره وبيتفق مع دوني انه يرجع يتسجن في الصين فبيوافق دوني لكن بيحذره انه ياخد باله منه وبالفعل بيطلعوا تشوي وبيروحوا على القطر وبيخلي مدير المباحث الفيدرالية يبعد عنهم العساكر ويسمح لهم يسافروا وفي القطر حوار حاد بين دوني وفاسلي وبيهددوا دوني انه لو هرب هيخلص على بنته لكن تشوي بيقوله انه مش هيقدر يعمل لها حاجة بس تشوي ما كانش يعرف ان اخو دوني وحبيبته عاملين لهم كمين، واول ما القطر بيدخل محطه اعاده الهيكله، بيهجم اخوه ورجالته بالموتوسيكلات وهو بيدخل بعربيه مليانه متفجرات وبيوجهها ناحيه القطر وبينط منها قبل ما تنفجر، وبيدخل هو ورجالته ينزلوا الركاب من القطر فبيأمر تشوي اربعه من رجالته ينزلوا على اساس انهم ركاب. وبيطلع على سقف القطر والكلابش رابطه في ايده هو ودوني ومعاهم فاسلي وفجأه بيهجم مساعد تشوي على حبيب الدوني وبياخد منها السلاح وبيتبادلوا كلهم اطلاق النار وتشوي بيقع هو ودوني من فوق وهنا بيتقسم القتال لثنائيات مميته ثنائية دوني وتشوي اللي مربوطين وبيضربوا بعض لحد ما بيوقعوا تشوي وبيضرب حبيبته طلقه وبيخلص عليها اما الثنائي الثاني بتبقى بين فاسلي واخو دوني وبيفضلوا يضربوا في بعض لكن اخو دوني بيقدر يكتف فاسلي وبيحط له المسدس في دماغه وهنا بتبدا المساومه على دوني وفاسلي لحد ما تشوي بيضرب اخو دوني طلقه في دماغه في نفس اللحظه اللي بيضرب فيها الطلقه بتعدي من قدام عين فاسلي والشظيه بتاعتها بتخليه ينزف دم من عينه وبيبقى كفيف ساعتها فاسلي بيبكي بدل الدموع دم علشان ندمان انه مش هيقدر يشوف بنته تاني ولما بيوصلوا بينزل فاسلي رابط عينيه وبنته بتروح له جري وبتقول له انه وحشة اما وزير الداخليه فبيجي يستقبل تشوي بنفسه وبيشكره على مجهوده وبكده ينتهي فيلمنا النهارده اسطوره ما تنساش تدعمنا بلايك وتكتب لنا رايك في كومنت علشان توصلك كل ملخصات اتش دي اكشن